تجويز صيام يوم السبت من العلماء من قال بتجويز صيام يوم السبت منفردا في غير فريضة حق، يعني هم قالوا إذا لم يكن منفردا، بس هل هناك منهم من قال يجوز منفردا؟ طبعا يعني أنا شيخنا قال بذلك، شيخنا ابن تيمية نعم رحمه الله، فهذا يعني يدعم القول القائل بأنهم يعني كانوا متضاربين حتى في الآراء، وإنما الثمرة النهائية أنهم رأوا صيام يوم السبت، لأن في حديث كان يصوم يوم ويفطر يوما دليل على جواز صيام يوم السبت منفردا عندهم، يعني عند من يها، فهذا هم أصلا اتفقوا على أنه يجوز في غير الانفراد، يعني هذا كله تناحر بين من رأوا جواز صيام يوم السبت نفس الدليل، يعني يضربهم لأنهم يقولون في غير انفراد، فلو جاز أخذه على الإطلاق، يعني لو جاز أخذ هذا الحديث صيام داود على الإطلاق، ففيه نص على صيام يوم الجمعة منفردا، هم لا يقولون لأنه في نص آخر، يقولون في نص آخر يعني يمنع هذا، وهذا كذلك يعني لعله يفهم منه كذلك تجويز صيام يوم السبت منفردا إذا أخذناه على العلات هكذا بدون فقه وبدون كذا، ما رأيك في هذا الكلام؟ رأي الناس في غفلة، نعم واحد يصوم يوم يفطر يوم، هذا ما انه لا وجود له اليوم، ما المقصود فيه مجادلة، شايف مين ادري عم يصوم اليوم يوم يفطر يوم على نمط صوم داود عليه السلام، ما احد، لكن هد ان احدا فعلا بيصوم، اجا يوم صيامه يوم العيد، هنا يقف حمار الشيخ عند العقبة، هل يصوم؟ والله ما راح يصوم شيخ، ليش ما بيصوم؟ لأنه يقول انه تكلمناها، طيب هنا احنا بنقول لها نعم هذا هو قدس الشهري، بس الناس في غفلة، شيخنا كيف نخرج المسألة بالجواز؟ شيخنا ابن تيمية رحمه الله فيما تعلم؟ طبعا